نبذ التطرف والإرهاب والبطش وسفك الدماء، والتأكيد أن الإسلام يدعو إلى التسامح والقيم الحسنة وبريء من انتساب الإرهاب إليه. تصريحات جاءت لوزير الأوقاف بمقر السفارة الفرنسية خلال ترأسه وفدا من قيادات الوزارة لأداء واجب العزاء في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بمقر صحيفة شارلي إبدو. نؤكد أن الإسلام والقرآن بريئان من كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب وسفك الدماء وترويع الآمنين تحت أي مسمى وأي ذريعة، وأننا كما أكدنا في حاجة إلى اصطفاف إنساني من كل حكماء العالم ومن كل دول العالم المحبة للسلام على أن نقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب. التعامل مع المخالفين للرأي أو الفكر بالحوار والنقاش وليس بالسلاح والقتل، وضرورة التحلي بالاتزان في مقابل الإساءات. تصريح آخر جاء عن لسان المشاركين في تقديم واجب العزاء. جئنا لنقول للعالم كما قال صلى الله عليه وسلم من قبل: إن من أعان على قتل نفس ولو بالشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. جئنا لنقول هذا. ومن سماحة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف وفد نجران من المسيحيين في مسجده المبارك، وسمح لهم بإقامة شعائرهم التعبدية في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام يرفض الإرهاب، الإسلام يدعو إلى السماحة، الإسلام يدعو إلى التعارف. التأكيد أن العمل الإرهابي لن يكون مبررا لإحداث الفتنة أو الفرقة بين المواطنين الفرنسيين مسلمين وغير مسلمين كان تأكيد من السفير الفرنسي في نهاية الزيارة.